أنا أختم لكم بمشهد عشته قبل يومين اثنين. والله يا أحبابي أحدث لي صدمة، وأني وأنا فاتح المصحف إني وقفت مشدوه وأنا أقرأ هذه الآية التي لا تساق لنا إلا في بيان الإعجاز العلمي: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وأنا مستغرق مع هذه الأطوار التي تحكي هذه المرحلة القصيرة تكون الجنين، ثم تجاوزت الآية: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. انتقال سريع بعد كل هذا التكوين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. طيب وين الحياة؟ تجاوزها كأنما هذه الحياة ومضة، لحظة، شيء قليل، ما هو ما بين الموت القديم والموت القادم وحياة الخلود، شيء أقل من أن ينكر. بعد كل هذا التفصيل في تطوار الكون: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقفت مشدوه: يا الله، هذه حياة اللي نحياها كلها أقصر من أن تذكر. بعد: فتبارك الله أحسن الخالقين، خلقت واستويت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذا العمر مر كلحظة، مشهد يهز الوجدان هدس، يبين لك حقيقة العبور في الحياة. هذا الشيء اللي الآن نحتاج إلى أن نفتح أغاليق القلوب له ونحن نتعامل مع القرآن.